عليكم الدراري، مرحبا بكم في فلوق جديد. نتمنى تكونوا مزيانين كي دوزتوا هاد الصيف هادي اخوتي. دونك لقيتونا اليوم، جينا لمرتي الدراري نعدلو بحرو شويه ونعدلو شي فلوق مزيان هيدا. هادشي اللي كان، خليكم معنا الدراري وصافي دوز نهار مزيان. ما كتشوفوا الدراري، هذا الكورنيش ديال مرتيل، ماشي نقي بزاف، البحر مزيان شويه ولكن الكورنيش ماشي نقي بزاف، ولكن كاين ناس، كاين ناس نايه بزاف، دو الديور ديال الكرا و راه صافي. الجو عاوتاني مره ماشي شي جو مزيان، ولكن كاين الحراره، واخا ما كاينش الشمس. هذا خاوة فين هو بابا؟ فين ممكن تعطيني وصلنا للشاطئ مرتيل و احنا جالسين هنايا ارتاحوا شويه وندخلوا نعومو. دونك الشاطئ الدراري ما منظمش، المهم شويه كنقيس حولي مرتيل ندخل نلقى يعني شي حاجه زايد. الحق طنجه بلاش قلت حق طنجه وادلا وحسن من قصاص صغير، احسن من هاد البلاصه. هذا هو الشاطئ الدراري ديال مرتيل، كيفاش عليكم؟ ما عجبنيش الدراري صحيح، يعني جاني عادي ماشي شي حاجه. انا كنت خيمت شي ايامات في قصاص صغير هاد العام هذا وجاني احسن من هاد الجهه هادي. واخا اذا كالدراري غنبقاو بوزيتيف، نضحكو شي حاجه ونبقاو ضاحكين بحال هيدا، نعومو مع راسنا وضاحكين، وهادي هي الصيف. معرفتش علاش كنضحك وانا كنعدل هيك، ضروري اما كنهضر ولا كنعدل شي حاجه في الفيديو، اما كندير ها ولا ها لا هيدا. المهم هادي شي حاجه ما نقدرش نهضر معاكم هيك خلاص. او الدراري لقيتوني ضاع لي النظار ديال البحر. المشكله هو ان الحوت دابا كاين من داخل ديال الحوت، وضاعوا لي النظار ديال البحر، جيت نرميهم الخاو ديالي بحال هيدا وغرقوا. عندي زهر والله الا سي دابا كاين الحوت، كاين بزاف حوت تما قبيله تي دخلت اول داخل ندخل فيهم بان لي الحوت بزاف وتخلعت وخرجت بحالي. ودابا باش بغيت ندخل المره الثانيه زعمت انا وخاي جيت نرميهم له وما يغرق.
نقدر ريات سالينا العمان و دابا نحطوا شي الحوايج عندنا في الطوموبيل باش نتحركوا شويه نمشيو نتغداو ونشدوا الطريق. شي واحد كيزغرت ليه عرفتي دابا الجو عاد زين ياك ام حراره خارجه وكذا حق البحر شويه مخربه. دابا بغينا نمشيو نتغداو هنايا الصف طويل ديال صف طويل ديال المطاعم هنايا ما عرفناش اين بلاصه خصنا يعني نمشيو نجلسو فيها عشان نقلبو هيدا ولا نلقى شي حاجه نجلسو نتغداو.